السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، هات الشاي حياكم والله. الأزرق. وشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، بوريكم كيف نزبط الشاي. أولا نقطف البتلات الفوائد، يدخل على جوجل ويكتب فوائد الشاي الأزرق وتطلع له، لأني أنا لم أكن مستعد لهذا المقطع، مقطع عفوي و على الطاير على قولتهم. وخلونا نروح لزين العابدين ونقول له زبط لنا شاي أزرق. وما شاء الله ما شاء الله، زين العابدين ما شاء الله ولا إله إلا الله، ويستاهلون يستاهلون عالم الأفراح، دعاية عفوية لم تكن مخطط لها. وحياكم الله على عالم الأفراح، أهلا وسهلا. تقدمون تقدمون شاي وقهوة حركات، هذا تلفونهم معالم الأفراح. وهذا شاهينا وزباط، وما شاء الله تبارك الرحمن هذا الشاي الأزرق.